رسالة هالفيلم هي أنه هاي المخلوقة عطول كانت الدعم الأساسي للشباب، للجريح، للفقير، للمحتاج، للقوي. يعني كانت بحياة الكل كأم وإخت ورفيقة. يعني هاي الرسالة حبيت هيك تشكر شوي على كل شيء عملته. حبينا نجمع محبينا كلياتهم قيادة وشعبا، يعني نحن أعضاء مؤسستنا، يعني عيلتها كذا، بوقفة واحدة، وقفة وفاء، رد وفاء لكل شيء عملته وقدمته لهي البلد وللناس اللي بالبلد. فعالية اسمها رد الوفاء، والفعالية بتتحدث عن أولا تكريم لروح السيدة جانسيت قازان اللي كان إلى دور كبير من خلال تعاونها ومن خلال تقديم كل ما يمكن ببلدنا لأسر الشهداء للجرحى. بخلال الحرب هي اشتغلت كتير كتير وقدمت كتير لأمهات الشهداء. نحن أسسنا هي المؤسسة برعايتها، هي طبعا هي اللي أسستها. فعالية هي لنضيء على الناس يلي فعلا اشتغلوا بهالبلد، فعلا لازم يكونوا قدوة. يعني نحن اليوم وقت عم نعمل هيك شيء عم نعمله، يعني هن قدوة، ومشان الشباب والشعب كله يعرف مين يلي عم يقدم، مين عم يعمل خير بهالبلد، مين يلي وقف معها، مشان يكونوا قدوة لباقي الشباب وباقي الناس. يعني نحن تعلمنا من تيت كتير قصص من نحن وصغار، كان تعلمنا على حب الوطن وكيف نتعلق انه بالوطن وحب الجولان طبعا. واليوم بهالفعالية الحلوة رد الوفاء كتير اجوا عالم وشفنا كتير محبين، وطبعا هذا الشيء كتير يعني كبر قلبنا، والحمد لله انه في عالم انه كتير انه بيحبونا تيتي وهيك. وان شاء الله نحن مكملين على طريقة ومكملين بمؤسستها وشغلها كله حيتكمل ان شاء الله.